مرحبا، اهلا بكم ومساء الخير عليكم مره تانية. وزي ما ذكرت لكم حيكون معانا امير المساء وضيفه ام درمان هذا المساء، وضيفنا لليوم الفريق اول ركن محمد بشير سليمان الناطق باسم القوات المسلحه الاسبق، وحنستضيفه في اطار الاحتفال بالذكرى 134 لمعركه شيكان اللي صادفت كان يوم 5 من نوفمبر الجاري. واحتفل صالون الابداع والثقافه والتنميه بهذه الذكرى وأحياها بطريقة مختلفة من خلال عمل فكري وعلمي وتناول الأصداء العالمية والتاريخية لمعركة شيكان. وحيكتمل إن شاء الله الاحتفال اللي جاء مختلف هذا العام في 17 من نوفمبر الحالي بأرض المعركة بمدينة شيكان بالأبيض، معركة شيكان أو معركة الأبيض يعني برضو بنقولوا لها. أكيد نحن والله يا سعادتك سعيدين جدا ان تكون معانا في مدرمان هذا المساء وتنورنا وتنور الساده المشاهدين. سعادتك يعني في ناس اول حاجه مرحب بك. مرحبا بكم ومرحبا بقناه مدرمان، وسعيد بان استضاف واسعد ان اتحدث عن شيكان حين. في ناس كتار ما بيعرفوا معركه شيكان للاسف من الشعب السوداني، والشيء المؤسف الاكثر انه الناس برا بتتفاخر بالحاجه دي برغم هزيمتهم سواء كان في بريطانيا وفي مصر، وبيكلموا بها الناس يعني فيها جيال هناك عارف الحاجة دي. للأسف نحن عندنا جيال لحد اللي ما بتعرف شيكان. إذا عرفت شيكان بتعرف شيكان كاسم، لكن ما عرفت تفاصيل شيكان ولا عارفين الذكاء من المهدي زمان وكان في كل أركان حربه يعني في إدارة المعركة. كلمنا شوية سعادتك عن المعركة دي وأهميتها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأصلي وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحقيقة أنا جد سعيد بأن أكون مستضاف في هذه الساعة لأتحدث عن أعظم معارك التاريخ السوداني شيكان. وكما ذكرت نحن كسودانيين لا نعرف أو ليست لدينا المقدرة لتقييم حاجاتنا الجميلة وأشياءنا الجميلة وأهم ما فيها تاريخنا الجميل. وشيكان ليست معركة عادية. إذا كان التاريخ يسمي كثيرا معارك المعارك الفاصلة، فشيكان في التاريخ السوداني هي معركة فاصلة. وكما ذكر أحد المؤرخين أن بانتصار شيكان انتهى الاستعمار الإنجليزي في السودان، أو الاستعمار أنا أسميه الاستعمار الإنجليزي وإن كان هو مختلط مصري وإنجليزي لكن هو إنجليزي في حقيقته. يعني شيكان كمعركة فاصلة نحن قصرنا في بيانها للناس وما هي المفصلية فيها. وعندما أقرأ التاريخ العسكري والتاريخ الإنجليزي وحديث الإنجليز عن جنرال هيكس تمجيد وتعظيم وتقدير، وأقرأ التاريخ السوداني أصاب بالخجل حقيقة يعني. خاصة العبقرية الفذة والقائد الكاريزما الإمام المهدي حقيقة. محمد أحمد المهدي هذا الرجل الذي أسس من خلال تخطيط عسكري علمي دقيق، ولعله لم يقرأ كما قرأ هيكس في الكليات العسكرية والأكاديميات العسكرية وليس لديه الخبرة. هيكس عندما كان شيكان عمره 51 عاما أو يزيد، والإمام المهدي كان عمره 39 عاما، أصغر منه من كثير، ولم يقرأ تلك القراءة وذلك العلم، تدريب عسكري كمان برضه. أي نعم، لكن التخطيط الدقيق والقيادة الفذة الكاريزما للإمام محمد أحمد المهدي قيادة أحسب أننا نحتاج إلى إعادة دراستها من جديد وتقديمها بصورة أفضل لشبابنا في هذا الجيل هذا الزمن. طيب يا بروف، لأن حقيقة لعلي أحزن عندما أسأل الآن أحد الشباب للأسف ولا يعرف ما هي شيكان. يعرف كاسم لكن ما يعرف الواقع جو حصل، ولا يعرف ماذا فعل شيكان في السودان. شيكان هي دولة السودان الحديثة بسببها حصل الانتصار الكبير. نعم نعم. لكن بس يا سعادتك، بس في حاجة بسيطة يعني لازم نعرفها. السبب بيخلي مصر أو بريطانيا تبعث بجيش ضخم زي ده
عشان يقضوا على المهدي. السبب اللي بيخلي انه نفس السبب اللي بيخلينا ان احنا يعني مفروض ندرس الحاجات دي عندنا في المناهج، مش كده؟ نعم. السبب اللي خلاهم يجوا من هناك شنو؟ اولا اخي الكريم، انها بريطانيا العظمى، بريطانيا التي لا تغيب عنها الشمس. انا حقيقه لما اتحدث عن شيكاغو ما اتحدث عن اي دوله اخرى، لانه كل الجيش الذي اتى هو جيش مستعمر وسط بريطانيا حقيقه يعني. وهذه العظمه وهذا التاريخ والجنرالات الذين دفع بهم، كما دفع بغردون كما تعلم وهيكس، دفع بهم في اطار ان هذه العظمه لا يمكن ان تنكسر. عظمه التاج البريطاني والامبراطوريه التي لا تغيب عنها الشمس، فكيف لما يسمونهم في هم درايش وفي كيف يحكم منطقه نائيه في قلب افريقيا حيث التخلف، كيف لا ينبغي ان يحكم دوله غنيه زي السودان هاي انتصار على هذه الامبراطوريه العظيمه التي كانت تحكم كل العالم حقيقه او جل العالم يعني. فبهذا الفهم حقيقه كانت اصرار على ان يعد جيش بقيادة مميزة ومبدعة لاحتواء مهدد الإمبراطورية البريطانية في السودان، لأنه انتصار المهدي لا يعني انتصار المهدي في داخل السودان، ولكن يعني انتشار الثورة على مستوى الوطن العربي وعلى مستوى البيئة الإقليمية، ومن ثم ستنجلي أو ستنطفي الإمبراطورية العظمى، ويصبح البعد الوطني هو الذي يؤسس لبناء جديد وفكر جديد ووطن جديد، وذلك ما لا يسمح به حقيقة. من ثم كان الاهتمام والتركيز في بعد الاستراتيجي على أهمية أن تجهض حركة المهدي منذ بدئها، وسيقان سبعتها معارك يعني جزيرة أبا وعمر المكاشف في سنار وفشودة ولحق به حتى في قدير، بهدف أن تجهض هذه الثورة، ولأنها حتكون براس ونور يضيء للآخرين. بهذا كان الاهتمام والتركيز من الإنجليز على مصارعة المهدي وتابعته إلى غرب السودان حتى تطفأ هذه الشرارة وهذا النور المبين. جميل سعادتك. سعادت الفريق الندوة هذا العام كان شكلها كيف واختلافه من الأعوام السابقة؟ حقيقة الندوة أنا دائما أقول قراءة التاريخ كقصة ممكن أن تكون ميسورة لأي شخص إنسان. أي نعم، لكن ميزة التاريخ أن تستفيد منه الدروس المستفادة من التاريخ. وميزة تقرير التاريخ أن تحلل معاركه وتحدد ما هي الدروس التي يمكن تستفيد منها. لبناء جيل وبناء وطن وتطوير قدرات عسكرية واجتماعية. المنهج الذي تم هذا العام أحسب أنه الجديد فيه أنه أراد أن يحلل معركة شيكان، وعندما قلت معركة فاصلة التاريخ كله يذكر لماذا معركة فاصلة. معركة فاصلة لأن بهزيمة هيكس في شيكان كانت الانطلاقة الحقيقية لدولة السودان الحديثة. للأسف يا سعادتك، بس في ناس معليش في الحتة دي التاريخ يبدأ من هنا. أيوة، في للأسف إنه في ناس بتقلل من شأن المعركة، بيقول لك يا أخي الوقائع دي ما كانت بالضخامة دي كده، بما أنك أنت أصلا من كردفان وانت ضابط في الجيش وبتعرف معنى القياده حقيقيه في المعارك، وضح للناس دي الفكره بتاعت انه فعلا المعركه دي كانت حقيقيه وكانت بالتخطيط الاستراتيجي القيادي بالطريقه دي. المعركه دي كانت معركه ابداع، معركه قائد رجل دوله كاريزما وفكر وعلم ورجل مخطط عسكري من الطراز الاول. التخطيط الابداع العسكري كان شنو؟ الابداع العسكري. هذا المهدي بمجرد ما شعر بأن هنالك حركة جيش إنجليزي لما حاصرته من ثم الانتهاء من الثورة في مهدها، تحرك إلى ما يعرف بالقاعدة الآمنة في جبال النوبة اللي هي منطقة تغلي، وهنالك بدأ التأسيس لبناء عسكري حقيقي. ليه اختار المنطقة دي بالذات؟ المنطقة أول حاجة منطقة بعيدة، يود أن يكون آمناً
اللي يخطط تخطيط هادئ ودقيق لمرحلة القادمة. هو يخطط, هو يعلم ماذا يود أن يفعل فيها. هذه واحدة. وبيعرف المنطقة هي ذاتها, معرفة تفاصيل المنطقة ذاتها. يعني نعم. الأمر الثاني, حركة الجيش العدو إلى هذه تلك المنطقة فيها كثير من الفوائد للمهدي. أولا في إطار الجيش المعادي إنهاك القوى العسكرية. نعم. جسديا. استنزاف القوى العسكرية. ثالثا البناء القتالي لغواته, لأن غواته لم تخش معارك حقيقية. فإدارة المعركة من الدويم إلى الأبيض كانت فيها كثير من بناء القدرات العسكرية والتحيل العسكري والإبداع العسكري. وكان للمهدي قادة كأبقرية وعبد الحليم مساعد, هؤلاء يشتغلوا شغل استخباري وعمليات إجهاض وعمل عدائي متميز. يعني وصل بالجيش المعادي أن اهتزت ثقته في نفسه في سلاحه في قادته. نعم. فالإبداع الذي تم بعد تحرك المهدي ومعركة الأبيض انتصر فيها وانتصر في معركة بارة, هذه كل حاجة بناء قدرات وبناء إرادة قتال, تديك ثقة في نفسك. الثقة في النفس. نعم. عمل معادي فيه, العمل المعادي في إطار المفهوم العسكري أساس بناء الروح المعنوية. فالانتصارات التي تحققت من خلال المعركة المتتالية في طريقه إلى أن وصل إلى شيكان كلها معركة كانت بناء قدرات, بناء إرادة قتال ووحدة قيادة ووحدة فهم ووحدة هدف. طيب. في الفترة دي كلها وهو بهيئ جيشه في قضيتين, ما هو الهدف, وحسب أنه استطاع أن يوحد الناس في أنه الهدف تحرير السودان في إطار كردفان من الظلم التركي الذي استشرى وبلغ مداه في تلك المرحلة. الأمر الثاني بناء القوات في إطار مزيد من التسليح من المعارك التي خاضها ضد المستعمر خاصة هيكس. أمر الثالث معرفة بناء قدرات القتال ذاتها. الأمر الرابع تجميع وحشد الناس في تلك الفترة وهو بعيدا كتب إلى أمراء القبائل لكن أهم قضية جوهرية فطن إليها المهدي في خلال إعداده لمعركة الشيكان التي أبدع فيها الذين قادوا القتال المتتالي والعدائي من الدويم. كانت فكرة حرق الأرض وإخلاء الناس السكان من المنطقة, دفن الآبار والمنطقة أصلا كانت أي الطبيعة سعد الحين. الناس الآن يقول سوق كردفان, في ذلك الحين لم تكن كل المناطق التي تحرك فيها جيش المهدي هي مناطق سهولة, يمكن كانت هي الطبيعة اللي ساعدت. هذا بقول أن واحدة من السياسة العسكرية في إطار وضع أن تكون هجومية ودفاعية استقلال الموارد الطبيعية وتأثيرها في حركة العدو. ودي نحن محتاجين لها في السودان الذي عندما جاء جهات تصحر تجاهلنا هذا, ولكن أحسب أنه إحدى مؤسسة إحدى قوة الدولة في أن تعيد بناء الموارد الطبيعية بتاعتها, لأن لها دور في التأثير على حركة العدو والمعلومات. أهم قضية أخرى في إطار الصراع, المهدي كان لديه معلومات up to date ويومية متتالية. المهدي قتاله ده أدار فيه حرب نفسية خطيرة جدا جدا للعدو, حرب إعلامية نشر في ذلك الحين وكأنه العالم كان لديه غرية, نشر كل ما انتصارات المهدي على مستوى الجوار على مستوى العالم حقيقة يعني. وهذا الذي أود أن أقوله في إطار أن المهدي رجل دولة, رجل عسكري من خط الطراز الأول, رغم أنه لم يقرأ مع كلية عسكرية, لكن التخطيط الذي عمل به وكأنه جنرال في الجيش, جنرال وضع تقدير موقف عسكري متكامل وبل تقدير موقف استراتيجي متكامل قرأ فيه البيئة الداخلية بكل المجتمع السياسي والمجتمع القبلي والمجتمع الصوفي واستفاد من الصوفية, لأنها كانت هي عنصر الجمع الأكبر والمؤثر الأكبر في أن في أن في أن وحد بها هل الشمال هل القتال سواء كان من الشمال أو من الجزيرة أو من النيل الأبيض أو من القرب, وحدهم في إطار هذا المفهوم. لم يرتدع القبلية إلا في إطار أن يحرض الناس
كما كان في العهد الأول المهاجرون الأنصار عندما كانت الرايات التي بنى عليها المصطفى صلى الله عليه وسلم الجيش، لكن لم يكن هدفه بعدها القبلية، لأنه يعلم أن القبلية هي مكان أول حاجة أهلة، مكان للسلطة، صراع على السلطة، صراع على الثروة، وهو يتجنب هذا. لكن استقلاء في إطار أن جمع بين هذه القبلية وحدة الهدف أنه هو كرجل دولة داري يبني سودان جديد خالي من المستعمر ويطور عملياته العسكرية إلى خارج السودان، هذه واحدة. وبالتالي بناها من خلال وحدة القيادة، هو القائد والذي كان يشرف بشرف مباشر يومي بعد صلاة يصلي بالمقاتلين الصبح ويشرف على تدريبهم، وكان عنده فن التواصل النافع باعتبار أنه وجوده مع ناسه أدى دافع في إطار ما يسمى بتأثير روح القائد، اتصال مباشر، اتصال مباشر حتى كمان عشان نعم. كان بينهم كل هذا حقيقة في شخصية جميل. المهدي تفضي إلى أن الشخصية دي هي شخصية غير عادية، والمهدي علم نفسه ودرب نفسه، ودائما يقال لك الزعيم مفترض أن يكون ذو فكر وعلم وكاريزما، والمهدي كان كذلك، كان عادلا في اختيار القادة حقيقة، بعيدا عن أي ولا قبلي أو غيره. جميل. كفاءة وروح القيادة والدافعية لناسه عشان يثق فيهم، كان يثق في الناس. جميل. والناس يتحدثوا عن التخطيط، ومن الخليفة عبد الله وأنا آسى وتأسى لأن يسمى الخليفة التعاش حقيقة. هذه واحدة من محبطات ومن مؤثرات المؤرخين الحدن التاريخي والعسكري الذي مارسناه نحن في دولة السودان ضد الثورة المهدية وضد البعد بتاعها كذا، وكان اجتماع اقتصادي وأصبح جزء من تاريخنا الماسي الآن. لكن قراءتنا للمهدي، وأنا أتمنى أن ليس قراءة، ليس دراسة المهدي كشخصية، دراسة كل الثورة المهدية كشخصيات هي نماذج لنا لنقتدي بها. جميل. سعادة الفريق بدون مقاطعة طريقتك يعني في السدية، حتى يعني احنا ما عايزين نقاطع لأن المعلومات كلها مفيدة. بمناسبة برضو طريقة السرد دي للتاريخ والتفاصيل، ليه يوم خمسة ده ما كان في يعني أشخاص يعني زيك وفي يعني حافظين للتاريخ إنه يمروا على الأقل على المدارس؟ يعني طريقة التدريس دي بتختلف يعني من طريقة لأخرى، يعني إنه يوم خمسة ده يكون يعمم وإنه تكون الدولة مشرفة على الموضوع ده، لأنه بغض النظر يعني بعيدا عن السياسة إنه ده تاريخنا والإنجليز كتبوا عنه، ورغم إنهم هم مهزومين ويعني بيفتخروا برضو إنه باليوم ده وبالتاريخ ده، وإنها هي معركة وتاريخية وحاسمة كانت يعني برضو للإنجليز برضو حاسمة، ولينا إحنا برضو بداية العصر الحديث أو عصر الجديد، فليه ما يعني ما في تنظيم زي ده يعني؟ والله أنا أشكرك على هذا السؤال الجميل، وحقيقة أنا أراحة نفسي. الله، عندنا قضية حقيقة، قضية سودانية. الإنجليز بالرغم من مما حدث في شيكان في كرري، لكنه أشاد بالجند السوداني. فخر لينا ده. نعم. وأتأسى له أن نحن الذين نحتاج لهذا التاريخ أكثر من آخرين. كتبوا عن شيكان لكن لم يكتبوا الحقائق. لأنه العدوك لا يمكن أن يكتب بالحقيقة إنه تهزمت، يعني إنه أنا تهزمت وكنت ومجدك. نعم صح. نعم. والخطورة الذي أراها الآن ذكرتها حقيقة، شيكان ما حقت الأنصار، ما حقت الأنصار ولا حقت المهدية ولا حقت السودان، حقت السودان. كلنا مهديون. نعم. ذلك التاريخ، تاريخ الإبداع والعبقرية. نعم. بعنينا كلنا. التاريخ الذي الآن هو المكون، هو الذي كون هذه الدولة السودانية حقيقة. صحيح. ينبغي أن لا نجحد. كما ذكرت أنا أرى أنه هنالك مسيرة يمكن أسميها مسيرة كما سمى الإمام الغزالي، محمد الغزالي. نعم. هي هدم عسكري وهدم تاريخ وهدم سياسي وهدم قيم وهدم مجتمعي. من الذي يقود هذا حقيقة يعني؟ سؤال جوهري كبير. هؤلاء الأبناء الأطفال نحن والله جاهزين نمشي للروضة لندرس هذا التاريخ العظيم، لكن لا تستطيع أن تدخل مدرسة بدون إذن يعني. نعم. الدولة أنا أعتقد أنها يجب أن تضع معهد دراسات
أو على مستوى بغط الرضا بالمقررات المدرسية. نعم. أن هذا التاريخ السوداني يظل يتابع الطالب منذ الروضة إلى أن يصل الجامعة ويتخرج. دي التربية الوطنية سعادتك اللي بنفتش فيها. نعم نعم. فلماذا نحن نقتل الأشياء الجميلة؟ حسد من عن نفوسنا أغيرة أم تدبير يدبر لنا ونحن نسير في 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 اتجاهه دون أن ندري حقيقة كده؟ وأنا أقول لك، أنا أحكي لك قصة. عندنا ضباط وأنا كنت معلم في كلية قيادة أركان سنة 82-83. نعم. وبتعيسه إلى دورة ماجستير علوم عسكرية في كمبرلي اللي كلية الكلية البريطانية، كلية قيادة أركان بريطانية. نعم. فكان في 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 تلك الدورة كل الله أوفيسرز أو كل الدول الغربية بما يسمى التحالف والحلفاء. ضابط أمريكي أتى للدورة دي ومكلف من البنتاغون بدراسة ماهية معركة كارري، وعد هذه الدراسة كماجستير، ودعا السفير والسفارة والضباط كانوا معه وكثير وأخر، وسئل سؤالا مباشرا: لماذا أنتم في أمريكا تدرسون معركة كارري؟ فقال: ندرسها حتى نعلم، بالإضافة للتحليل طبعا، تحليل الشخصية السودانية والجندي السوداني والقيادة السودانية، المهارات والمهارات والشجاعة الفذة، نود أن نعرف هل هنالك احتمالية لمهدية أخرى في الشرق الأوسط وأفريقيا. شوف الدراسة المستقبلية. نعم. وبعد ذلك علينا أن نقرأ الدوري الأمريكي في الشرق الأوسط وفي السودان. كم مرة دعيت الإدارة الأهلية في أمريكا، وكم مرة دعيت الطرق الصوفية لأمريكا، طريقة التفكير ده اللي يعرفه بتاعتهم. نعم نعم، شغل ممنهج. وأنا أخشى أنه الآن يكون مضخوخ في الحرب النفسية والإعلامية، لأن الحرب النفسية عبارة عن حرب ناعمة دقيقة لا تحسها إلا عندما تأتي إليك المصيبة فتشعر أنك في حالة انهزام. نعم جميل. أحسن أن مجتمعنا ده الآن تدار في هذه المعركة، أخشى ذلك. عشان كده أنا والله أرجو من السلطة الحاكمة ومن الذين يمتلكون التاريخ ولديهم القدرات المادية والفكرية والعلمية أن نؤسس مرحلة جديدة نعلم فيها شبابنا اللي موجودين الآن والغادمون ما هو تاريخ السودان. طيب روح معلش سعادتك، يعني لأنه إحنا زماننا بيجي ضيق وخايفين الزمن يدركنا بدون ما نمر على تفاصيل مهمة. نعم. سريعا كده، ليه قدر المهدي يغلب هيكس باشا وسليمان باشا ومعاهم على الدين باشا لمصر في غضون 40 أو 15 دقيقة؟ كيف قدر الحال يعمل سريعا كده؟ بدءا الإعداد الجيد، المعنويات العالية لجيش المهدي، التخطيط الدقيق، المعرفة بالأرض، المعلومات، الحرب النفسية، القيادة الفزة، كاريزما، الدقة في اختيار القادة، التدريب وإرادة القتال، الدافعية الجهادية، ثم من ذلك وحد الهدف، وحد الناس، أصبح على غلب وجه واحد في أن السودان يجب أن يتحرر وأن يكون دولة. طيب من ناحية من ناحية تكتيكية كده، من ناحية تكتيكية هم لمن جو الحصل شنو استقبلوهم كيف وكانوا جاهزين لهم كيف؟ طبعا المعركة ظلت تسير في نسقها الذي حدده الإمام المهدي، وكان جله يهدف إلى إنهاك العدو واستنزافه عفوه المعنوية. وحقيقة كثرة الهزائم خلخلت التماسك القيادي لإكس إكس وضعف الإمداد، حرق الأرض أيضا أثر على اللوجيستيك على الجانب الإمدادي، لتجد أنه هنالك بعض أحد الجنود عندما عطش بعد وصلوا إلى فولت المصارين وجد محاصرة انسحب ومشى انضم لجيش المهدي، وكان مصدر مهم جدا كل معلومات التخطيط اللي ما راح يكون حقيقة. نعم. يعني فإدارة المعركة بالصورة العلمية الدقيقة التي نفذها الذي خطط لها ونفذها قادة المهدي من الدويم إلى أن وصلت إلى التبلية، هذه معركة، هذا إبداع وفن عسكري حقيقي حقيقة. وفي أوليك الجيش لا 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 الاستقلال للطبيعة، أنا قلت كردفان لم تكن سهلا الأشجار يعني فاستغلال القابة شيكان أو البيئة كلها في حولها والتخفي ثم المفاجأة المبارسة الصادمة لجيش المهدي، لأن يبات في ظرف 15 دقيقة
ويتبقى منه فقط 2200 جندي. كانت حقيقة مع مع الحشد، لأنه أيضا المهدي كان يملك لديه 50,000 جندي. نعم، وكلهم على أعلى مستوى المعنويات حقيقة. فهذه معارضة القتال أدت إلى أن يهزم الجيش هيكس في دقائق معدودة، اعتبرت هذه المعركة المعركة الثانية من بعد هلك فرعون الذي ابتلعه اليم. هكذا يتحدث عنها الناس. يا سلام. لا لا لا، ليست لا توجد معركة غيرها في التاريخ البشري بهذه العظمة حقيقة. ألا نحتفل بشيء كان؟ نحتفل بها طبعا. أكيد. تستحق. وتستحق يعني. نعم. واحتفال حقيقة يجب أن يكون من خلال دراسات علمية ومراكز علمية والجامعات، واحتفال يجب أن يؤسس لماذا نستفيد من شيء كان. احتفال يجب أن يؤسس لأنه ده تاريخنا، وهذا التاريخ يمكن نستفيد منه الآن في إطار هذا الحال الدولة الحشة. طبعا طبعا سعادتك على ذكر التوثيق وكذا، للاسف يعني لو دخلت النت وفتشت عن عن انا فتشت عن موقع تشيكان بتلقوا في موقع اسمه ويكيبيديا، هو يعني هو الموقع ده المنظمه انه يديك معلومات عن اي حاجه انت بتفتش عليها. فمكتوب انه في 40,000 من المهدي وجيش هيكس باشا معه وعلى الدين باشا وسليمان باشا، مكتوب 10,000. فحتى في مغالطه في المعلومات يعني، واكيد الحقائق بتكون عندنا. نحن لم نكتب تاريخنا، وما زال هنالك بقايا من العظماء ممن حضر او من حضر اسلافهم المهدي. اعتقد انه محتاجين نجلس معهم ونعيد كتابه تاريخنا بذاتنا، وليس بتاريخ سلاطين باشا او كيتشينر او اقصد شيرشا او اخرين. نحن الذين نكتب تاريخنا، لا يوجد شخص يمجد لانه نحن المسؤولين عنه يعني. نحن مسؤولين عنه قصاد اولادنا. نعم. بعدين قصاد عشان ما يكون في خطا في جمع المعلومات في الرصد في كذا في الكتابه. نعم. يعني حقيقه الليله سعادتك انت نورتنا والله في مدربنا هذا المساء، واديتنا معلومات قيمه واضفت للي عندنا كثير، وثبتت معلومات ممكن تكون كان فيها شكك، لكن يعني كثر خيرك يعني والله. طبعا سعادتك فريق محمد بشير سليمان شي كان معركه حقيقيه، معركه تخطيط عسكري حقيقي، معك استراتيجيات حقيقة الزمن لم يسقف، لكن ممكن نتكلم. نعم. عن شيكان دي ساعات وساعات. أكيد طبعا. حقيقة يعني هذه معركة يجب أن يلم بها ويعرفها هذا الجيل. ما هو التاريخ الذي يرتكز عليه حقيقة؟ وما من دولة إلا ولها قديم، ومن جديد إلا وله قديم. صح. هل نحس الآن بأننا ندمر ونهدم في تاريخنا العسكري؟ وهل السودانيين يا سعادتك بالدار هذا يقول لك النساء قديمه؟ تاه حقيقي يعني. لكن انت قديم، ده قديم عظيم. نعم يا سلام. ده قديم تاريخ. اكيد. قديم قام على هذا السودان الذي الان بدا يتجزا حقيقة يعني. دعونا نقرا ونحلل ونستفيد من ذلك لليوم وقد. نعم. ما هو ما بماذا يفتخر انتم وغيركم تفتخر؟ حتفتخروا بشنو يعني؟ مستقبلا يعني. لو ما افتخرنا بالانتصار يعني احنا عينينا في كلام في الجيل القادم. شكرا لك. شكرا سعادة الفريق. انت الناطق باسم قوات الشعب المسلح الاسبق، وانت عسكري وابن عسكري، فانت اهل الحديث عن معركه شيكان بحكم التاريخ. شكرا لك. عسكري مهمه جدا. اكيد. لانه برضه ما ننسى قديم وتاه. اكيد طبعا. طيب بعد الفاصل حيكون معنا ضيف ثاني وموضوع مختلف.